القرص او البريوش بدون دقيق الابيض، بغيتي تعرفي كيفاش اجي معايا. نحتاج ليه ان شاء الله بحول الله، نحتاج ليه كاس معمر ديال السكر حبيبات يعني سنيده، بسم الله. نحتاج ليه نص كاس ديال زيت الروميه 100، ملح على حسب الذوق ديالنا، برتقاله او ليمونه محكوكه. الناس اللي ساكنين في الشرق كيقولوا الليمون الحامض، يعني برتقال ماشي الحامض. عندي هنايا ما لقيتش عندي النافع، درت حبه الحلاوه حتى هي كتجي زوينه. عندي حبه البركه يعني حبه السوداء، هي كتعجبني في البوكس او كريوش. عندي رزه اللي عندها ديال الزهر ديرو، انا عندي غير هذه، نضيفوها هنايا. كاس ديال المدافي، كاس ديال الحليب حتى هو، هما دائما كاس العنبه نتوما صافي. وغادي نخلطو كلشي باش يكون البنات كيجي زوين ورطب بلا دقيق الابيض، غير بالزينو او سكيزيات كل واحد اش كيقول لي. نضيفو خميره، نديرو معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، نخلطو الكل. هنا دابا غادي نحيد الضرب ونبقى نضيف ان شاء الله. نحيد عليه هادشي، نضيف الدقيق ديالي هاهو بسم الله. غندير قياس 4 الكيسان على حسب الدقيق، بسم الله. ندير 3 ومن بعد نشوف عين ميزاني ونزيد أرزة خميرة، خميرة ديال الحلوة 7 غرام، بسم الله بسم الله. السر في هاد العجينة البنات ما خصهاش تكون قاصحة بزاف بزاف، تكون يعني باين في الفينو حنا كنخدمو هو كيشرب كيقساح. دابا غادي نزيد الكاس الرابع، كاين واحد الدقيق كيشرب كاين واحد مكيشربش. صدقوني تا البريوش أولا القرص كيجيو مخيرين مخيرين رطبين وصحيين وكيجيو رائعين البنات صدقوني. ومع داك النكهة ديال القشور ديال البرتقال كتعطيهم واحد المذاق، ومع حبة البركة أولا حبة السوداء تا هي كتعطي المذاق زوين. نزيد واحد شويه، انا كنعجن وعيني ميزاني. دابا صافي ما غاديش ننام، ما غاديش نزيد، خليها حتى تشرب مزيان ونرجع غنبلقها. هذه خصها تدليك، دابا غنغطي عليها البنات حتى تشرب شويه ونرجع معاكم. صافي دابا غادي نحطها هنايا في سطح العمل وندلكها مزيان. وغانا نزيد ليها واحد جوج المعالق ديال الزبدة، هكا ندخل نحاولو ندخلو فيها الزبدة.
ندخلوا فيها الزبده مزيان مزيان هكا. يعني الزبده علاش الزبده كترطبها كتخليها رطبه مزيان العجينه كتكون قطنيه. هادي سبيسيال بوحدو اولا الفينو خصو الخدمه خصو يتبل مزيان. صافي العجينه ديالي خمرات يعني الكرز ديالي هو خمر. انتم كتشوفوا ما غاديش نحتاج يعني الزيت او لها يعني هنا العجينه معجونه والمقادير مزبوطين وكلشي هو هذاك البنات. دابا نبقى نقطع وكل واحد اللي بغى يصغر يصغر اللي بغى يكبر انا نديرهم شي شويه مويه بسم الله بحال هكا بحال هكا. الطاوة ديالي راه فرشت ليها كاغيط المطبخ يعني ورق المطبخ نديرهم مقادين البنات اللي انا عندي عيني ميزاني بلا ما نحتاج نعور يعني نوزنهم. نجيو هنايا صافي ساليت البنات هنا خرجت لي 10 د الحبات يعني معقوله المقادير هما هذوك. عندي هنا بيضه كامله عندي بيضه بلديه ديروا بحال اللي عندكم انا غير حيت انا عندي دجاج داكشي علاش درت بيضه بلديه. دابا غادي نبسطهم شي شويه اللي بغى يخليهم هكاك واقفين خليهم ماشي مشكل انا كيعجبوني هكا. صافي انا ساليت غندير لهم البيض بسم الله بسم الله. هنا درت قطر ديال الخل مع البيض ديال قطرات الخل اولا قطر ديال الحليب انا درت الخل هكايا ونساليو ندردر عليهم الزنجلان ونخليهم يختمروا المره الثانيه وعاد نطيبهم ان شاء الله وانتم معايا. صدقوني البنات كيجيو رطبين كيجيو زوينين بزاف الفطور نهار العيد ان شاء الله العشيه ديال العيد حتى هو يعني بسم الله نحطوهم مع اتاي مع العشيه ديال العيد مع الطهيوان كيجيو زوينين انتما ندخلهم في الفران يخمروا ومن بعد نطيبهم ان شاء الله انتم معايا.
صافي البنات، انا رجعت معكم. المهم الكرزيلي نتوما كتشوفوا على هذا الشكل، هذا جا ولا روعه، جا زوين 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 ورطب بزاف وصحي، يعني ما فيهش الفرينه، ما فيهش نتوما كتشوفوا جا رطب، جا كيحمق البنات، جا زويون نتوما تشوفوا. نسمعكم وحدها نتوما تشوفوا، زوين 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 ورطب وصحي، يعني ما فيش الفرينه نتوما تشوفوا. جربوه البنات ما غاديش ندموا، وما تنساونيش باللايك والاشتراك والبارطاج، الله يسهل عليكم. وباقي سخون يلا البنات، اللي عجب الفيديو ديالي يكتبها لي في الكومنتير، اللي بغى شي حاجه مرحبا به. نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. مبروك عواشركم، تعيدوا وتعودوا باش ما تمنيتوا ان شاء الله.